أهلا بكم. تداعيات مقتل الشاب هاشم السلمان أمام السفارة الإيرانية وكذلك تداعيات تورط حزب الله بمعارك سوريا تصدرا صحف بيروت التي سنتابعها في حلقة اليوم مع المهندس راشد صبر حمادي الذي أصدر الأسبوع الماضي مع عدد من الشخصيات الشيعية نداء حمل عنوان مبتدئات ومواقف لبنانيون شيعة يخاطبون اللبنانيين. وبالإضافة إلى هذه العناوين ستتابع الحلقة ملفات المجلس الدستوري والحكومة والأوضاع الاقتصادية. أستاذ حمادي صباح الخير، أهلا وسهلا بك من جديد. سنبدأ الحلقة بصورة تصدرت جريدة الديلي ستار لهذا الصباح وهي لقريبات هاشم السلمان يبكونه خلال تشييعه أمس في عدلون. الصورة بعدسة محمد الزعتري، سمعنا الاستنكار والغضب، ولكن هل تكفي فقط المواقف للتعبير عن رفض الواقع يلي أودى بحياة هاشم السلمان؟ أبدا لا يكفي الاستنكار، لأنه قتل بدم بارد ومن قبل جهاز مسؤول. إذا هالجهاز المسؤول وقوي بده يتصرف بهالطريقة الرعناء مع كل مغاير لرأيه، خصوصا أنه هو عم بفوت بمتاهات صعبة عليه، يعني لازم نوقف حده كمان. هذا شيء غلط كبير. نعم. يعني بهالموضوع جريدة المستقبل قالت ان الجريمة التي اقترفها بسيج حزب الله بحق الشاب الجنوبي هاشم سلمان امام السفارة الإيرانية بقيت موضع إدانة واسعة النطاق والمدى، وقد شيع في بلدته عدلون بموكب حزين ومتواضع، ودفن جثمانه بمقبرة خاصة لآل الأسعد وآل سلمان عند أطراف البلدة بعدما رفضت قوى الأمر الواقع دفنه بمقبرة البلدة أو فتح النادي الحسيني أو المسجد لاستقبال الجثمان أو المعزين. يعني ما توقف الأمر عند قتل هذا الشاب ولكن رفض دفنه بمقبرة البلدة. وأفيد كمان أستاذ حمادي أنه رئيس تيار الانتماء اللبناني أحمد الأسعد تلقى تحذيرات من المشاركة شخصيا بالتشييع من يعني حزب الله وحركة أمل وبعض فعاليات البلدة، وأوفد بدلا من زوجته. أحمد الأسعد ابن خالي. نعم. بس يعني هو بحال ونحن بحال، بالنسبة إنه هو بجنوب ونحن بالبقاع. العنجهية يلي تصرف فيها حزب الله والفوقية تجاه الموت، حرمة الموت، قدسية الموت، وأهمية مشاعر الأهل، للأسف منا بتراثنا ولا بطقوسنا. وبحس كأنه معتبر حاله أنه هو حتى من ضمن طائفته مش منها. كيف على مستوى البلد؟ يمكن لأنه ما لقى حدا يواجهه أستاذ حمادي، خاصة بمحيطه الضيق يعني أو بالمناطق حيث يقع نفوذه. أنا بتصور هاي الغطرسة هي عدوى من إيران. بإيران ملكهم اسمه بيقولوا له شاهن شاه، ملك الملوك. نعم. وكل ما واحد حط لفة بصير آية الله. وبعدين بيعطوا لحاله مراتب نائب المهدي يعني هالفوقية مش مقبولة بهالأيام يعني. وأنا ما بقبلها. طيب ليش عم تحظى بتأييد 90% من أبناء الطائفة الشيعية كل مرة يعني بالانتخابات، وحتى هالمرة بحسب الرئيس نبيه بر أنه هن رح يفوزوا بكل المقاعد، أنه طالما إذا الأمر كذلك ليش عم بيعجب القاعدة؟ لأنه في إغراءات من جهة. نعم. والفريق الآخر مش عم يعرف يتصرف، الفريق الخصوم السياسيين. خصوم السياسيين مش عم يعرف يتصرف. ولكن هل هو من ايام النصر اللي صار بال 2006 لليوم. نعم. حزب الله ما نال الا اللوم والا التهجم والتهكم. نعم. في تعبئه عند الشارع بحزب الله ضد هالمواقف السلبيه يلي ما كان متوقعها. وايران هي استقطبت
الموضوع المالي والموضوع هيدي الاغراءات اللي عم تحكي عنها، يعني طبعا. اغراءات ماليه ام كمان في تخويف او اكيد تهويل؟ مالي، اكيد مالي. انا بلوم الدول العربيه بعد تموز 2006. نعم، بتموز 2006 اثبت حزب الله جداره، وعنده ميليشيا وعنده شهداء وعنده امكانات وكفاءات. نعم، وهذه المعركة هي معركة للعرب. العرب قصروا بالموضوع المالي، ودخلت إيران بنفس الموضوع، استقطبت القصة كلها. كان لازم على العرب هن يعتبروا انه هذا الناصر لهم وهن يتبنوه. نعم، ولكن ما يفتحوا مجال لحدا ثاني. نعم، ولكن بعد تموز 2006 تجاوزات حزب الله وممارساته، يعني بال 2006 رفعت صور السيد نصر الله بكل الدول العربيه، ولكن عندما دار السلاح الى الداخل تغير الوضع. شو بتقدر تعمل الدول العربيه؟ دار للداخل ب 8 ايار 2000. نعم، بعدها عام. هو بيخلق له مبررات انه كان في اسباب استفزازيه، بس اذا بتلاحظي في سلم تصاعدي بسلبيات حزب الله تجاه العرب والعروبي وتجاه نعم. وطنه. نعم، كلها نابعه بمنظوره هو وبمنظور القاعده تبعه، واذا بدك باراده ايرانيه كلها عم تعود على مواقف سلبية تجاه الأمير. إنه عم بيستهدف. عم يستهدف. هل هو هيك بحس حاله؟ هل هالتبرير يلي عم بيعطيه حزب الله هو اللي عم بيقنع القاعدة أيضا اليوم بصوابية مشاركته بالقتال بسوريا؟ هلا القاعدة بنا يعني مثقفة ولا فهمانة؟ نعم. ولا قاعدة أولا يعني من في دفع وفي استجرار، يعني اغراءات. نعم. وفي عم يستدرجوها استدراج لها بهالمجال بهالامور كلها بتنبع من هو. اكيد عنده هالعنجهيه وهالغطرسه. نعم. وهني بالاساس حزب الله ما عندهم ميراث بالسياسه، لا السياسه الوطنيه ولا السياسه القوميه. هني عندهم سياسه عسكريه صحيحه ونجحوا فيها. نعم. سياستهم السياسي يعني البرنامج السياسي اللي عنده على مستوى الوطن ما شفنا انه عملوا شيء ايجابي لجهه الاصلاح الاداري او المشاريع او عندهم مشروع وطني. ما عندهم، يمكن لانه بيعتبروا الظرف الاقليمي اكبر من الامور الداخليه اليوم، كونهم بيعتبروا نفسهم مستهدفين كمقاومه وكمحور ممانعه. هن ما عندهم شيء خاص فيهم، هن ماشيين بالتبعيه، في ناس عم بتسيرهم، هذا الوضع، وهن مستفيدين. يعني ليش بدنا نتخبى وراء اصبعنا؟ هاي القصه. هن بسياستهم فاشلين عسكريا ناجحين سياسي. ودل... ودليل على نجاحهم العسكري انه هالعظيم النظام السوري وبشار الاسد عم يستنجد فيهم. نعم، سياسيا بتعتبر انه فشلوا؟ فاشلين طبعا، فاشلين. ما رجعوا الكلمه للطائفه الشيعيه، يعني رجعوا لها موقعها يعني الفاعل بالحياه السياسيه اللبنانيه. انت بتعتبر المارونيه السياسيه وقت استقطبت القرار الوطني اللبناني فشلت ولا نجحت؟ كل التجارب ما كانت مشجعة. هل بتعتبر انطلاقا من ذلك انه ما تم الاتعاظ من التجارب السابقة؟ مش ضروري يتعظ الواحد، المهم انه هو منه لحاله بلا ما ياخذ عبرة، يعني نعم. يعرف شو الصح وشو الغلط. السياسة الوطنية هي السياسة الوطنية، السياسة الوطنية انه بتقعد انت ببلدك مع اهل بلدك في وحدة حال، ما بتميز حالك عنه ولا بتدور على 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 تشد الحاف صوبك او بتقصم مغانم او شيء او بيقطعوا الجبنه. هذا حكي مش على مستوى وطني، خصوصا لبنان بلد صغير وامكاناته ضعيفه. اذا ما كنا نحن على فرد قلب بفكر واحد البلد بيضيع. بتعتبر انه حزب الله وحركه امل دعسوا دعسه ناقصه بالسياسي، يعني من خلال الدخول ببازار قطعه الجبنه والتقاسم الحصص، أم أنه هالموضوع ما بهمهم من الأول للآخر؟ لا، استفادوا هن من هالفساد بالبلد. شو يا عبوا ملايين مليارات عبوا. طيب شو أحساب مين هالمليارات؟ مش أحساب الوطن وأحساب الشعب؟ بعدين الفساد الإداري، معظم الفساد الإداري
وراء الفئتين 8 و14 يعني. هل بالنهايه بتشوف كما يرى البعض ان ايران تريد بدل يعني مقابل تسليم سلاح حزب الله مكاسب سياسيه لبنانيه؟ ومن هون بينطرح الحديث عن المؤتمر التاسيسي او عن المتالتي يلي نادى فيها البعض. اوكي، هلا المتالتي اكيد مكسب يمكن ل انه الشيعه مردوده لايران، بس انا شو في اعرف شو في فكر ايران يعني. شو ممكن يكون في فكر ايران؟ فكر ايران، ايران عملت حرب مع العراق وراح 1,000,000 قتيل منهم. نعم. الشعب الايراني شعب يمكن حائد على العرب، عم يتصرف التصرف. والايراني عنده يعني الايراني وقت اللي اجى الاسكندر المقدوني على هالمنطقه صنف الشعب العربي والشعب الايراني والشعب اليوناني، قال عن الايرانيه أذكياء بس جبنة. نعم. الشعب العربي قال عنه شجاع بس بلا عقل، وقال عن اليونان انه بيفهموا وقبضيات، يعني هن اخذوا الصفتين. اليوم الايراني غطوا عنده ذكاء وغطوا جبنهم بقوتنا نحن. يوم استيقظ رجال الدولة أمام السفارة الإيرانية هو ما قال لفراس الشوفي بجريدة الأخبار، بيقول فيه إن سلمان قتل أمام السفارة الإيرانية برصاص ظالم، هو واحد من اللبنانيين كثر يقتلون بالطرقات كرمال موقف أو خيار، ومساكين آخرين لا ناقة لهم ولا جمل. رئيس الجمهورية ينتقم من مواطنيه من دمه غال ومن دمه رخيص، وكذلك الرئيس حريري والنائب وليد جملات. هون غمز من قناة موقف رئيس الجمهورية يلي طالب بكشف ملابسات هذه الحادثة. تعتقد أنه ممكن توصل التحقيقات لأي شيء بهذا الموضوع؟ يعني أي مواطن لبناني بيحترم حاله بيتصرف باحترامه للمؤسسات، وإذا كان رجل مسؤول بيتصرف من خلال المؤسسات. نعم. المؤسسات عم تتيح للمواطن وللمسؤول اللبناني أنه يقوم بواجبه كاملة. إذا هالمسؤول بيتقاعس بيكون هالزلمه مش اهل للمسؤوليه. اليوم فخامه رئيس الجمهوريه عم بيكون على قد المسؤوليه. هنا الـ يعني اخذ على رئيس الجمهوريه انه كثير ناس ماتوا بطرابلس او باماكن اخرى، ما كان في منه تشدد يعني لحد استدعاء او لقاء السفير الايراني لمطالبته بالمساعده، وتحديدا تسميته حزب الله، يعني منشدته حزب الله بالمساعده، وكانه اتهام غير مباشر للحزب. مين اللي ناشد حزب الله؟ رئيس الجمهورية ناشد السفير الإيراني وطلب من حزب الله المساعدة، يعني تسميته حزب الله تحديدا مش إدانة للحزب؟ هلأ رئيس الجمهورية فيما يتعلق بموضوع طرابلس مرد حلها للجيش. نعم. هو كان قائد جيش سابق. نعم. هو أدرى بقدرة الجيش على القيام بهذا العمل. اما موضوع سلمان اللي هو قرابتي هاشم سلمان، موضوعه قانوني بيرجع للسلطه القضائيه بقى، لا يعني جيش ما يعني ما بتشبهه بالحوادث الاخرى. ما بشبه، هلا هو طالما اتهم حزب الله بيعرف يمكن معه حق. اليوم طارق الحميد يلي توقف عند هالحادثه تحديدا بالشرق الاوسط توقف بشكل ادق عند البيان يلي اصدرتموه وادنتم فيه تدخل حزب الله في سوريا، اعتبر انه هذا امر جيد لكن المطلوب اكثر من ذلك. بيقول كما فعل مثقفو السنة عندما تصدوا لتنظيم القاعدة قبل سنوات وكان المعترضون قلة قليلة حتى بات المعترضون على الأصولية وتطرف، اليوم هو السواد الأعظم. بيقول ليس المطلوب من عقلاء الشيعة حمل السلاح ضد حزب الله أو تشكيل مجالس صحوة شيعية، وإنما المطلوب رفع الصوت وإنكار ما يفعله الحزب بسوريا تجنبا لجر لبنان والمنطقة ككل للخطر. بماذا ترد؟ بالإذن على الكاتب بقدر بالاذن منك خليني احكي الحقيقه مثل ما هي. نعم. انا برايي اهداف القيمين على المستقبل وهي واهداف القيمين على 8 اذار اكبر من لبنان، وعم تكون هالاهداف على حساب لبنان. لازم يصير بكل طائفه تسونامي جديد مثل ما صار عند المسيحية وصاروا فريقين. لازم بالشيعة يطلع فريق يخفف
من قوة حزب الله ووقعه على الأرض سياسيا. والموضوع العسكري بينعمل له شنط، بينعمل له تفصيل، لأنه نحن بحاجة له والأمة العربية بحاجة له. بس بالموضوع السياسي لماذا؟ لا لا تصدي لإسرائيل، نحن بحاجة للتصدي. بعدنا بلبنان بحاجة بعد القرار. أنا برأيي اللي صار بال 2006 بيخدم لبنان لجهة إسرائيل 200 سنة. بس ما فينا نجي نحن نقول لإسرائيل إنه ما معنا سلاح وما فينا نتصدى لك، تفضلي البواب مفتوحة. لأنه هاي دولة مثل إيران، دولة متغطرسة وما بتنوي إلا الشر إلنا. بقى من هون هالسلاح موضوعه يعزل عن العمل السياسي والعمل الوطني بلبنان، وبيكون مع الشيعة بحزب الله، بيكون مع أمل وحزب الله بالقيادة الشيعية فريق ثالث أقوى منهم. أنا برأيي لازم يكون أقوى منهم، لأنهم هن فاشلين اثنيناتهم، وهن هاو الفريق الثالث. أنا برأيي نحن عم نجهزه رح يكون أقوى منهم وأحسن منهم وطنيا، حتى بأدائه الوطني يمكن يعدي الآخرين مش بس الشيعة. كيف ممكن تخبرنا شوي عن يعني لقاءاتكم، ممن يتكون هذا الفريق، كيف عم بتم التواصل مع الشارع الشيعي مع الفرقاء الآخرين بالوطن لحتى يكون أحسن من الجميع؟ نحن بلشنا من جديد. نعم. بس هذا المشروع اليوم إذا بتسمعي على التلفزيون أي مواطن عادي بيقلك أنا بتمنى لبنان يرجع لقبل السبعين. مش معناتها أنه نحن تقليديين، وفي ناس بيعتبروا التقليديين لعنة وإلى آخره. بس بلبنان في إدارة للسياسة اللبنانية، الطقم اللي ركب بالسلطة على أيام السوريين بيجهل هالإدارة. في أسلوب بالتعامل بين المسلم والمسيحي، بين الشيعي والسني، بين الشيعي والدرزي والدرزي والسني. لبنان شبكة علاقات وعائلات وأدبيات وأخلاقيات. ما فينا نجي نحن ندخل على الساحة اللبنانية ونوحي بالثقة ونقدم لها الوطن ونحن عندنا مصالح شخصية نعبي جيبنا وعندنا علاقات خارجية بدنا نرضي هذا اللي عنده شطحة مدري لمين والتاني اللي عنده شطحة. طب قد ايه عندكم حرية تحرك بالساحة الشيعية استاذ حمادي؟ لا شو عم بيقوسوا علي، انا بعمل اللي بدي وبحكي اللي بدي. في حرية بتقدر، بيقدر مش شخصيا يعني كما ظهر من وراء مقتل الشاب سلمان انه ما في قبول للرأي الآخر. يا ست مدام رولا الله يخليكي، أحمد الأسعد جدي وجده لأحمد، نعم، كان عنده زعامة قد زعامة حسن نصر الله بس بلا مصاري. نعم. كان ما معه يمشي. صبري حمادي بيي كمان نفس الشيء، وكانت الناس تحبه. نعم. لا ما استعمل الدين ولا استعمل تغير الوضع هلا، كنا نستعمل الأخلاق والشرف والكرامة والوطنية، وكانت الناس تحبنا وتوثق فينا، وكانت الناس عايشة بأحسن حال. نعم. نحن مش بعاد عن استقطاب الشارع الشيعي، بس نحن ما عندنا طمع بالسلطة ولا عندنا طمع بالمال. قعدنا على جنب لنتفرج على غيرنا، لقيناهم فشلوا. هلا عم نرجع نحن نقلع من أول وجديد. لتوصلوا للسلطة. بدنا نوصل للسلطة، مش غايتنا السلطة. نعم. غايتنا الحل يلي هلا الوضع البلد مأزم ونحن يمكن نقدم الحل. طب ممكن بسياق انت عم تظهريها بشكل مرت يعني هاي القصه. اي هي انه نحن نوصل للسلطه؟ لا بالعكس، حتى تقدروا تغيروا. يعني ما يعني بتقدروا تغيروا اذا ما كنتوا يمكن ما بدي انا انسي السلطه، ما بدي السلطه. طب انا بدي انه الشعب اللبناني كله سوا يبعد عن الناس اللي عم بيضروه ويلحقوا الناس اللي بينفعوا. طيب سواء كنت انا منهم ولا لا. طيب ممكن او نحن الفريق منهم. نعم. او لا ممكن بسياق مسعيكم تلتقوا بقيادات من حزب الله وحركه امل؟ اليوم اللي الضرر عم يوقع على حزب الله، عم يوقع على لبنان وعلى الشيعه. شو نحن يعني انا كل شوي بيتقتل هو وخيه الواحد. نعم. بيعزلوا من الحياه. وبصير بده هاي الإداء بالعاطفة، إداء سخيف.
ده بينعكس على حزب الله بعد ما عمل ناصر مع اسرائيل، بينعكس على العروبي كلها. طيب اللي بينعكس على حزب الله بسلبيه بينعكس على الشيعه كلهم. من شو خايف؟ بينعكس على لبنان. من اي نحن كل شيء علينا انصر اخاك ظالما او مظلوما بالقران. نعم. بمعنى انه دلوا على الصواب. نعم. مش تروح تقعد تخبط وتقاتل انت وياه. خايف من تداعيات سلبيه لقرار دول خليجيه على امبارح صدرت الشيعية. امبارح صدرت القرارات السلبيه على الطائفه الشيعيه، طبعا خايف منها. خايف يروح يعني الشيعي المقرب من حزب الله بجريره الشيعي الاخر، يعني ما يصير في تمييز. هلا الشيعي المرتكب، يعني الشيعي انا برايي اللي قام بخطا او المضلل يتربى، معلش ولكم في العقاب بثواب. نعم. بس الشيعي اللي ما خصه ليش بده ينزل؟ كيف بده يصير في تمييز هون بين هون بيجي دوركم يمكن ك معقول نفكر بهالمجال؟ طبعا يكون في لكم يعني جوله بعدين الجرم اللي عمله حزب الله بذهابه لسوريا. نعم. مكبرينه اكثر مما هو. مكبرينه يعني؟ اكثر مما كيف يعني؟ في دولة تانية فيها حكم ظالم، اجت دولة عربية ساعدت السلطة ضد شعبها، عملت نفس الشيء مثل ما عمل حزب الله. في سوابق بالعراق. نعم. مش الجيش السوري حارب مع الامريكان ضد الشعب العراقي بالزمانين؟ مش الشعب العراقي مرة فات على الكويت؟ دولة عربية، شعب عربي فات على شعب عربي. هي هون حزب الله شعب عربي فات على دولة عربية بطلب من سلطته. يعني الإثم منه هالقد ما نكبره، بس ما بس غلط. بس لبنان بيحمل ما لبنان. برافو عليك. لبنان يعني يمكن على الدول الأخرى بتحمل. يعني لبنان نحن بنشوفه بعيننا صغير، هو الحقيقة كبير كثير، بس إنه ما بيحمل. لا لبنان بعد هالاصطفاف اللي صاير فيه. نعم. بين 8 و 14 وأنتم مسؤولين عنه كمان. مين انتم؟ لبنان ما بيحمل 14. انا ما انا صحفيه عم بسالك، فيك تقول 14 مسؤوله عنه. باي حال جريده المستقبل كانت ابرزت لي بيان صدر عن عدد من الشخصيات الشيعيه، نداء حمل عنوان مبتدئات ومواقف لبنانيون شيعه يخاطبون اللبنانيين، ذيل بتوقيع حضرتك ومجموعة من الشخصيات، وقد شددتم على أنكم تبذلون جهدا تواصليا تنسيقيا تكامليا شيعيا ووطنيا سواء بسواء، متوخين من وراء ذلك المساهمة فيما ينهض له لبنانيون آخرون من سعي للمحافظة على لبنان الكيان والدولي. ورأى بيانكم أن المصدر الأساسي للتحديات وللمخاطر التي يواجهها لبنان هو انحلال الدولة الناتج من استباحتها من طرف حزبيات شتى سافرة ومستتيرة. بتشوف أنه الكيان اللبناني بخطر اليوم؟ نحن اليوم بدي سوري يعني تفضل. في انا مع اللامركزيه الاداريه. نعم. لجهه تقسيم ال يعني كل واحد بيهتم بامره، بس كل دوله اذا ما عندها مركزيه قرار وطني مش موجوده يعني. نحن مركزيه القرار الوطني مشلعوا 8 و14 بدليل انه مجلس الوزراء ما بزمان من سنين وخلت لم يصدر عن مجلس الوزراء قرار وطني بيلامس كل الوطني كل اللبنانيين ولا مجلس النواب. بدنا نرجع نركب السياسي بلبنان لتعود للقرار الوطني. يعني بهالشيء بيتم بتغيير النظام، لانه الاعراف يلي ارسيت مؤخرا بانه كل امر يزعل فئه معينه بتعطل، مثل ما عم بتقول انه بمجلس الوزراء او بمجلس النواب، تسكر مجلس النواب لاكثر من سنتين، مجلس الوزراء بس صار في اخذ بقرارات معينه انسحب، بنتذكر المكون الشيعي بال 2006. يعني بتعتقد انه لازم يكون في تغيير بسيستم النظام؟ انا كابن مشرع كبير، انا برايي النظام الامثل هو ما يؤمن النظام. يعني مش نجي نتخبى وراء اصبعنا، الحق على النظام والحق مش الحق على النظام. نحن بلبنان اللي وصلوا للسلطه بالوقت الضايع الاشخاص مش النظام، مش خارج يقودوا البلد. اللي بيعدل الموضوع وبيحسنوا وبيردوا لصوابه مش تغيير النظام،
أنو الانتخاب؟ أنو الانتخاب هو بيرجع بيرد الأمور لنصابها. وأنا برأيي اليوم بعد ما السلطة التنفيذية كحكومة فرطت، واليوم الرئيس تمام عم بيشكل وحدة أنه وزارة، خلينا نوقتها لمصلحة البلد الوزارة. نعم. بأشخاصها وبوقتها. كمان بما أنه مجلس النواب اليوم بعشرين الشهر بيصير خالي الوفاض، خلينا ناخذ هالفرصة لنكب على البلد قانون انتخابي يخلصنا من هالطغمة اللي كامشي البلد وسيئته على المتاهات اللي ما بتأمن مصالح حدا. يعني بعد الفاصل رح نحكي عن أي حكومة تطمح استاذ حميدي، واي قانون انتخاب برايك يؤمن التغيير على مستوى الطبقه السياسيه. ولكن بختام هذا القسم كاريكاتير ارما حمصي بجريده النهار تحت عنوان عاجل استهداف فان في تعنايل، رسم بوصه العام 75 تشير باصبعها الى شاشه التلفزيون تبث نبا عاجلا عن استهداف هذا الفان في تعنايل. يمكن انه فكره راح يصير سن شيعي مثل ما صار بال 75. بتشوف الظرف مماثل اليوم لل 75؟ فاصل قصير بعده مباشره نتابع الحلقه مع الاستاذ راشد صبري. بداية القسم مع كاريكاتير الجمهورية غانم تحت عنوان جعجع لسلام شكل الحكومة أو افسح المجال لغيرك، رسم سلام يقول لجعجع تركني بسلام. ماذا ينتظر رئيس تمام سلام لتشكيل حكومته؟ بينتظر التوافق الرئيس تمام سلام، مش ناطر قرار المجلس الدستوري؟ لا، اليوم قريت أنه بده يشكل حكومة ويعرضها أول شيء على حزب الله. نعم، لأنه هو القرار لحزب الله. إذا الأمور منطلقة من هذا الأساس بتأمل من الحكومة؟ إذا بيصير في مخطط بين رئيس تمام سليم نعم والرئيس ميشيل سليمان على أنه ينقذوا البلد بيطلع بإيده، فأنا بعلمهم كيف. كيف؟ يعملوا قانون انتخاب جديد ويمرقوا بالسرقة عن هال الزعانة في الحاكمين طيب البلد. كيف ممكن يمرق قانون انتخاب إذا ما مرق بمجلس النواب؟ كان في قانون الحكومة، هي نفس الحكومة. أول شيء خلي مجلس الدستوري يقبل الطعم، هذا هو الجو اليوم. ويمرقوا القانون بأنه بيدعي رئيس الجمهورية لعقد جلسة لمجلس النواب على أساس بين هالقانون الجديد اللي بيطرحه تمام سليم نعم او قانون الستين. اذا ما قبلوا النواب بالقانون الجديد بيمشي قانون الستين، ساعتها بيطلعوا 30 40 واحد بالتزكيه. هاو جديد 30 40 واحد بالتزكيه بيخربوا المعادله كلها على الساحه اللبنانيه اللي هلا مقدمين ترشيحاتهم. يعني بالنسبه للرئيس سليمان اليوم بده يلتقي النائب محمد رعد. بتعتقد انه من وراء هذا اللقاء قيل انه ابرز ما سيبحثه بالطبع ما جرى امام السفاره الايرانيه. بس بتعتقد انه هالشيء ممكن يمهد للحكومه يلي عم ينوي الرئيس تمام سلام يعلنها الاسبوع اللي جاي؟ انا ناطر الراي، انا من زمان حكومه اللا راضين سموها اليوم. انا ناطر من زمان دور لرئيس الجمهوريه. اذا حاطط بباله دور بيقدر يلعبوا بالحيلة وبالمواجهة. قبل شهر قال استاذ حمادي انه ممكن يكون في صيغة حكومة واقع كما قال الرئيس سلام، البعض بيعتبرها حكومة امر واقع. وقتها شفنا يعني قرأنا في الصحف التحذيرات والتخويف والتذكير بما حدث بسبعة ايار وبالقمصان السود. هالامور ما بتعتقد انه بياخذوها الرئيسين سلام وسليمان وسلام بعين الاعتبار اذا بدهم يمضوا للاخر بموضوع الحكومه؟ بتذكر انا اخر ايام الرئيس الهراوي طرح قانون تعديل
قانون الاحوال طرح قانون مدني الاحوال الشخصيه نعم. وقانون انتخاب بنفس الوقت عمل قفشه اخر عهده، خلي الرئيس سليمان يعمل قفشه هلا، يجيب الرئيس تمام سليم يعمل حكومه امر واقع مش حكومه توافق، ويمر ويطرح مشروع قانون انتخاب يكون خدم البلد خدمة إلى أول ما لقيت. رئيس بري بيقول للسفير اليوم أنه إذا صار في قبول للطعن وتقررت الانتخابات ما في تكافؤ للفرص، يعني بظل تفاوت الحالة الأمنية بين المناطق أنه الوضع مش مناسب لإجراء الانتخابات، مع أنه بحسب الفريق الشيعي يعني الثنائي أمل وحزب الله لوايحهم كلها فايزة، يعني هني ما بتقدموا بتأخر معهم مسألة الانتخابات. أنا بالانتخابات 96 نعم أخذت 28,000 صوت بمحافظة البقاع، واللي ربحوا أخذوا 44,000 صوت. وقتها شبهت الرئيس بري بطرزان. بقى هو دائما وقت اللي بيشعر بالقوة بفرجي عضلاته. بس اليوم فعلا انه هن سايقين الطائفه الشيعيه بالعضلات وبيربحوا من ضمن الطائفه، بس انا برايي بيسقطوا وطنيا. طب اعتبار مثل ما هن هلا الى حد ما سقطوا عروبيا، انه عم بفوتوا الشعب العربي اللبناني بمشاكل مع الشعب العربي السوري. اعتبار الانتخابات محسومة النتائج سلفا لصالحهم، بترك لكم أي مجال للمحاولة كفريق شيعي ثالث؟ هلا مع الاصطفاف الطائفي نحن طرحنا سياسي وطني. نعم. بقى نحن بنصفي كأنه عم نغرد برات الصحن للطروحات اللي هي على الساحة السياسية بظرف الانتخاب. بس وقت اللي بنرجع والناس يعني حتى بالإعلام ببطلوا هاو اللي مثورين الاصطفاف الطائفي هن اللي مهيمنين على الإعلام، لو بيصير في إعلام وطني كان الطروحات الوطنية بتلاقي قبول من الشارع الوطني. يعني مش ناطرين مد اليد لإلكم من فريق 14 أدار بهالمجال؟ لا لا ما لا بدكم أبداً. مد يد أنا ما بدي مد يد، لا يعني ما يعني سوري، بس إنه أنا تاريخي السياسي نعم ومواقفي الوطنية والعربية بفضل فيها إنه يكون أنا مش مؤيد بحدا. نعم بس ما بتكون رافعة عند المكونات الأخرى في الوطن؟ مين ممكن تشكل الرافعة لإلكم عند الطائفة السنية عند أو عند المسيحيين؟ هلا إذا كنا وصوليين بندور على رافعة، أنا مش وصولي. لتقدروا تغيروا بدكم تعملوا كرة ثلج يعني. نحن عم معك حق. لنشوف شو بيصير. المجلس بس بلا ما نحط راسنا بالأرض، خلينا رافعين راسنا أحسن. المجلس الدستوري بحسب جريدة السفير عقد عدة جلسات بالأيام الماضية دون أن يصل لصيغة قرار متوافق عليه، وردت المصادر السبب إلى أن المسألة بالغة الحساسية وليست من النوع العادي. بتقول السفير جلسة المجلس الدستوري بتحتاج لحضور 8 أعضاء حتى يكتمل النصاب القانوني، ولكن هنالك مداولات بين العضوين الشيعيين القاضيين محمد مرتضى وأحمد تقي الدين والعضو الدرزي القاضي سهيل عبد الصمد حول احتمال الغياب عن الجلسة الأخيرة، الأمر الذي من شأنه أن يطيح نصابها القانوني، وبالتالي يتعذر على المجلس اتخاذ القرار ما يجعل التمديد ساري المفعول بعد 20 من حزيران الحالي. يعني نائب بغيب عن الجلسة هذا بيسموه له صفة انتخابية. نعم. بس قاضي يغيب عن القوس وما يصدر حكم بيكون مش عم بيقوم بواجبه. ربما الضغوط السياسية تفعل فعلا بهالمجال، هون وين فصل السلطات بين القضاء والسياسة؟ انت جاوبتي حالك بحالك. القاضي المحترم السلطة اللي هو قيم عليها ما بيقبل حدا يأثر فيه، ولكن بيقدروا يطلعوا القضاة من المظلة السياسية بالنهاية. طب أنا مش طالع من هالمظلة تبع العنتريات تبع حزب الله، يعني يعملوا قبضيات شوي هني.
الوزير جبران باسيل بالأخبار بيقول أنه إذا انقبل الطعن هالأمر يعني الانتخابات فورا. وقال باسيل للأخبار أن قبول المجلس الدستوري الطعن يعني أن الطعن محكم ومتين، والتلاعب السياسي هو بالإيحاءات السياسية ببرمجة الانتخابات بعد أشهر من الآن، وهذا ما نرفضه. فالمجلس الدستوري إما أن يقبل الطعن أو لا يقبله، ولا يعطي إيحاءات أو توجيهات سياسية، فلا ينقص إلا أن يوحي أيضا بتشكيل حكومة تشرف على الانتخابات. ممكن تصير الانتخابات الآن؟ الوزير باسيل عم بيسوق اللي بده اياه، انه الستين وباسرع وقت. ليش برايك مصر الاعلام؟ مشان انه الرئيس ميشيل يعني انه باعتقادا منه بانه هو سيربح. بيربح فقط لهذا. ناسبهم قبل هلا وبناسبهم هلا، ولكنهم كانوا الاكثر معارضه له يعني، ومشوا بالمشروع الارثوذكسي. المشروع الارثوذكسي كان دعسي برات الصحن، وبعتبرها انا مناوره يمكن طلع فيها نبيه بري هو الي الفرزه. هاي مناوره لحتى ما ينعمل قانون انتخاب، لحتى يضيعوا الناس ويوصلونا للي وصلنا له هلا. بتعتقد لو كانت الظروف مختلفه المشروع الارثوذكسي كان عادل؟ ابدا مش عادل. مش عادل ابدا مش عادل. بعدني عم اقول لك. طب اي قانون؟ اي قانون؟ المشروع الارثوذكسي بيلغي الادبيات والثقافه اللبنانيه من اساسها. واذا شلتي عنه للبنان ادبياته وثقافته ما بيبقى منه شيء، مثل انه انت وانا. انت مجموعه تقاليد وانا مجموعه تقاليد، اذا بتشيلي عن التقاليد اللي عندك اياها وانا بشيل التقاليد اللي عندي اياها، شو بيضل منا انا وياكي؟ طب اي مشروع شيء. اي مشروع اليوم ترى انه يناسب البلد وبيعمل التغيير اللازم وبيقلب الطبقه السياسيه اذا بدنا؟ الدائره الفرديه، الدائره الصغرى يعني. صح. 128 وان مان وان فوت. هذا هو المشروع الذي ترونه الانسب. مين بيتضرر اكثر شيء من هذا المشروع؟ كل الزعانف، كل التبعيين، كل الشوفيريه اللي بيجوا مع الزعماء بيتضرروا، وبيطلع نخبه جديده الناس بتنقيها بشكل مباشر، وبيكون عليها القدر والقيمه، وبالقليله بس يحترم حاله ويكون في خيار بين القرار الوطني والقرار التبعي بياخذ القرار الوطني. اخذ على هالمشروع انه بحول النائب الى زعيم ضايعه، يعني بصير انه كثير محصور وهيك، وبالتالي من السهل عليه انه يرشيه ماليا لانه بصير عدد الناخبين ضيق نسبيا. مين بده يرشيه؟ انه المرشح بصير انه يقدر بيشتري الناس. نعم. اذا تايكون انه على الدائره الفرديه انه هودي المآخذ عليه، انه بصير مثل رئيس حزب او رئيس بلديه او مختار او بيقدر انه يرشيه بسهوله للناخب. هي احد القواعد انه تنتفي الديمقراطيه إذا في مين بيدفع وفي مين بيقبض، ما بيعود في ديمقراطية. بس بالظرف العادي نعم، إذا عمل زعيم ضيعة النايب معناته عم ينفع على ضيعته، وبالتالي بس يفوت على المجلس المونتسكيو بيقول ذا ناشونال ويل از ذا سم اوف ذا individual ويلز، يعني الإرادة القومية هي مجموع إرادة الأفراد. إذا إرادة الضيعة كانت صح واجتمعت كلها بالمجلس، مجموع إرادة الضياع بتصير إرادة وطنية صح. بعد الفاصل صرخت الهيئات الاقتصادية اللبنانية التي تجتمع اليوم في البيال، وسينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ بيير الأشقر نائب أصحاب الفنادق. الهيئات الاقتصادية بحسب جريدة النهار تعقد اليوم لقاء موسع بمجمع البيال تحت عنوان صرخة الغضب التحذيرية ليبقى بلد واقتصاد. لمناقشة الاجتماع وما سيصدر عنه ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف رئيس نقابة أصحاب الفنادق الأستاذ بيير الأشقر. صباح الخير أستاذ أشقر. صباح الخير. اهلا. صرخة الغضب التحذيرية كيف ستكون الترجمة بالواقع يعني الملموس اكثر من انه مجرد صرخة؟ يعني الصرخة هي صرخة، ومثل ما بتعرفي نحن على بواب ثالث صيفية. نعم. ب
بدون سواح. واليوم الحظر العربي اللي صار والخليجي اللي صار على لبنان بيفقدنا الأمل من أنه فعليا يكون عنا إعادة نهوض لنظم اصطياف. فالصرخة هي دايما رسالة للمسؤولين ولكل اللي عم بيجرونا على وضع غير مهم للبنان. كنا نحن ملوك الفرص الضائعة وبعدنا ملوك فرص الضائعة لثالث صيفية. في هجرة للشباب، في عدم توظيف للصيفية ما يقارب أكثر من 30,000 شاب وبنت يلي كانوا هن طلاب مدارس وكانوا مبدئيا لقمة عيشهم ومدارسهم وجامعاتهم كانت متكلة على هالموسم الاصطياف. في احباط كتير كبير، في مؤسسات ببعض فنادق الجبل ما رح تفتح ابوابها. نعم. فهذا وضع مبدئيا بنعتبره متأزم جدا، ونحن بالهيئات الاقتصادية عم نعمل انذار اول وممكن نروح باتجاه التصعيد حتى الاضرابات كمان، لانه وصلنا لمطرح الوضع لا يطاق. تصعيد بوجه من استاذ اشقر؟ يعني اضرابات يمكن وتظاهرات، بس بوجه من؟ بوجه كل اللي عم بيجرنا على المكان اللي نحن ما بدنا نكون فيه. نحن مرقنا بحرب كتير كبيره. نعم. وطلعنا بمقوله حرب الاخرين على ارضنا. نعم. اليوم عم ننجر بانه نعمل حرب داخلية عند الآخرين. فهذا الوضع غير سليم، انقسام عمودي بالبلد، ونحن نعتبر أنه الرسالة يلي عملها فخامة رئيس الجمهورية هي خريطة الطريق لسلامة لبنان. ضيفي الأستاذ حمادي منشأ التجمع الوطني للإصلاح الاقتصادي، كنا عم نحكي أنا وياه بوقت الفاصل، التجمع عنده حلول بالنسبة يعني لكل القطاعات الاقتصادية. أستاذ حمادي، سمعت صرخة أستاذ بيير الأشقر والهيئات الاقتصادية اللبنانية، الحل من وين لازم يبدأ برأيك؟ هلا الأستاذ بيير هو من الرادي بالمواقف الصلبة بوجه السلطة المتقاعسة. نعم. كل ما يكون في خراب بالإدارة بوضع الأمني بالبلد وبالوضع السياسي وبالسياسة الخارجية بينعكس الموضوع على الحالة الاقتصادية. بس الهيئة القوة الاقتصادية على الساحة اللبنانية مخروقة بنقاباتها وبهيئاتها. نحن بنتمنى انه هالنقابات المهنية والهيئات والنقابات اصحاب الفنادق يكونوا كلهم بمنأى عن السياسيين ومصالح السياسيين ويحكوا بس بمصالحهم. هن بيشكلوا القوة الضاربة على مستوى الوطن بوجه هالسياسيين وبصيروا هن القوة الأقوى. نعم. أستاذ أشقر، سمعت تعقيب؟ إيه نعم عم بسمع. عندك تعليق أو تعقيب على ما تفضل به؟ ما في شك أنه اللي عم بيقوله في شق منه صحيح، بس ما فينا نفصل الاقتصاد عن السياسة، لأنه الاستقرار يلي نحن طالبينه نعم هو مخروق من قبل السياسيين، منه مخروق من قبل المؤسسات. ونحن بمؤسساتنا بتشوفي انه في وحده وطنيه، في من كل الملل ومن كل شو اسمه، ما حدا تقاتل بقلب مؤسسه. نعم. ما عم يتقاتلوا الا بقلب المؤسسات الحكوميه والسياسيه. فنحن الاستقرار السياسي يؤدي الى استقرار امني ومن ثم ينعش الاقتصاد. فنحن وقت اللي صار فيه اتفاق سياسي على تعيين رئيس حكومه اللي هو استاذ تمام سلام، كان في ارتياح كتير كبير وكان في نوع من نهوض بوضع السياحه، وسفير المملكه العربيه السعوديه عمل تصريح انه ممكن يكون صيف واعد. نعم. بس هالوضع هذا تخربط كلياته وما عاد في نائب النفس،
ووصلونا لوضع انه صار في حظر عربي خليجي على لبنان، وكيف بدنا نحن نفصل الوضع السياسي عن الوضع الاستقرار الامني والسياسي. بهالصرخه بنكون وصلنا لختام مداخلتنا معك استاذ بيير الاشقر رئيس نيابه اصحاب الفنادق، مع تمنياتنا لكم كهيئات بالتوفيق يعني بمسعاكم. استاذ راشد صبر حمادي انا كمان بدي اشكرك شكرا جزيلا على مرافقتي. بالختام وباطار مشاركه تلفزيون مستقبل بحمله فكر كل وفر التي يقوم بها برنامج الامم المتحده للبيئه، يبدأ تلفزيون مستقبل كل يوم بتذكير المواطنين بأحد شعارات هذه الحملة. معلومة اليوم: أكثر من مليار طن من الأطعمة يهدر سنويا بسبب العادات الخطأ أو نوعية الأطعمة التي لا تتناسب مع معايير السوق. إذن هذه هي معلومة اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء بإذن الله.